أهلا بحضراتكم مع فقرة جديدة من طبيب اليوم من النهار اليوم. الجو حار جدا وأكتر حاجة بتتأثر ده غير طبعا أجسامنا بشرتنا ووجهنا الحقيقة يعني الاهتمام بالبشرة وأحدث الطرق العلاجية لعلاج التجاعيد وإن احنا نرجع شباب وإن احنا نبقى في بشرة نضرة. احنا لا نمل من الحديث عن هذا الموضوع لأنه كل يوم بيبقى فيه جديد وكل طبيب بيبقى ليه رؤية وكل دكتور بيبقى ليه تكنيك وأسلوب وفكر خاص بيه. احنا في طبيب اليوم بنحاول نقدم هذه الأفكار المختلفة. معانا ومنورانا النهاردة الدكتورة رباب الرفاعي أخصائية جراحة التجميل والليزر وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الجلد والليزر بمركز نبض. محاور حلقتنا النهاردة عن مشاكل البشرة وما هي طرق حقن البوتوكس والفيلر، وهزود عليها دلوقتي واللي بقى يعني واخد كل الشو الخيوط. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا نانسي. نبدا بايه؟ الخيوط على طول. اللي جايه انت بداتي بدايه جميله جدا اللي هي عن ارتفاع درجه حراره الجو والحراره الفظيع اللي احنا عايشين فيه، وازاي ان احنا نحافظ على بشرتنا بقى في خلال الحراره العاليه. زي ما حضرتك عارفه بتعمل ايفابوريشن، بتطلع السوائل والنضاره والبروتين بتاعنا الموجود في بشرتنا، فبتخليها بتعجز بدري وبتكرمش والكلام ده كله. طبعا انا مش يعني دايما الناس زهقت مني ودايما اقول لهم السان بلوك مهم جدا، واقي الشمس. لا لا لا، مش حاجه انه احنا لازم الناس نرسخ عندها موضوع واقي الشمس. واقي بالزبط. الشمس في الشمس وفي الظل بالظبط، وده اللي انا عاوز اقوله. لان الناس تقول انا ما خرجتش النهارده، لا ده انا قاعده في البيت، لا انا ما روحتش مصيف. يا جماعه ده كونسبت لازم يبقى معانا، واقي الشمس والمرطبات يوميا بالظبط كده في الشنطه، وكل ساعتين في الحر ده كمان لازم نحط تاني. تمام. دايما اول الحاجات المهمه جدا في التابس بتاعت التجميل والحفاظ على البشره، شرب الميه كتير جدا ده مهم قوي. طبعا. طيب هنيجي بقى نشوف بقى المشاكل اللي بتحصل لنا ليه. خلاص احنا حصل في تجاعيد في البشره، في كسرتين يمين في شمال كده، ما بنصحى الصبح نبص في الميرور بتاعتنا كده بنلاقي ان احنا قلقانين جدا. طيب هنعرف نصنفها دي ايه؟ هل انا كبرت في السن ولا التجاعيد دي ايه، ولا انا في حاجه تعباني، ولا ايه؟ ازاي صنع؟ ولا انا مش مهتميه ببشرتي وحصل عندي تراكم، وده 90% او 99% بالظبط. بصي في حاجات عشان نقسمها ونسهل على الناس ويبقى عارفين يصنفوا كده التجاعيد في دماغهم. التجاعيد نوعين، حاجه اسمها تعبيريه او دايناميك، وفي حاجه اسمها ستاتيك او ثابته. التجاعيد الثابته، التجاعيد التعبيريه دي مش لازم نكون احنا كبرنا في السن، يعني دي ممكن تبقى في واحده 18 19 سنه. هتلاقيها ساعه ما بتضحك كده حوالين زاويه العين اللي هي كراوز فيت، كرمش كده، وهي بتتكلم بتكشر ظهرت ال 11 ما بين الحاجبين، وهي بترفع حاجبها تعمل كريسز في الفورهيد. دي كلها من اللي بنسميها التجاعيد التعبيريه. دي بحقنه بوتوكس بتحل القصه كلها. تمام. البوتوكس يا جماعه دي ماده بروتينيه، بوتولانوم توكسين اي، حاجه مطهره، حاجه طبيه، حاجه عالميه، بنحقنها في العضله تعمل ريلاكسيشن. العضله لما تبقى ريلاكسد كده ومفروده ايه اللي يحصل؟ الجلد كله يتفرد، يبقى ريلاكسد، ما بقاش فيه ولا كسر. دي طبعا ما فيش حاجه تخوف فيها خالص. لا خلص. وبعدين حتى 18 19 سنه دلوقتي بقوا بياخدوا بوتوكس عادي جداً. لو عندهم هذه الخطوط التعبيريه مش لازم بقى سن كبير، عادي يعني. بالظبط كده. نيجي بقى نتطور شويه ونشوف ايه تاني التجاعيد اللي هتضايقني، او ايه الحاجه تانية اللي موجوده في بشرتي غير التجاعيد التعبيريه اللي احنا قلناها دي. بنلاقي بقى حاجات كده ظهرت زي النيزولابيال، دي كده بيبقى دخلنا شويه ان احنا سن يعني ثلاثينات وطالع، او خسينا قوي، او ما بنشربش ميه، او اهملنا بشرتنا زي ما حضرتك قلتي. بنبدا بقى ايه نحقن شويه فيلر بساط قوي يعدلوا لي النيزولابيال اللي هي منطقه من الانف لزاويه الفم، ومنطقه وبرده كسره الماري اللي هي من زاويه الفم للذقن. طبعا دي اسمها تجاعيد. الترهلات البشره حاجه تانية خالص مختلفه بقى. حاجه تانية خالص مختلفه، يعني حصل توز، حصل سقوط في البشره بعامل الجاذبيه. دي لما تقدم في السن شويه اكتر، دي لما نخس وزن مفاجئ زي الناس اللي بتعمل بايباس وتحويل المعده والحاجات دي. بشرتهم الخدود الحلوه بتاعه زمان دي المرفوعه هوب نزلت، لقينا حصل ساجنج. اداني بقى الشكل اللي احنا شايفينه في الصوره ده بالظبط على اليمين. طبعا بالظبط اللي هو البيفور باين قوي. طبعا ده بيكبر في السن قوي، واتيفر كان ايه الكوز حسب ما كان السبب بيكبر في السن قوي. طب ازاي احنا نصلح القصه دي؟ انا عندي
ممكن اعملها بالفيلر، ممكن نصلح بالبي ار بي اللي عامل طفره دلوقتي في نضاره البشره واعاده حيويه البشره. البي ار بي بيتكلموا عليه كتير قوي يا دكتور، البي ار بي فاهم يعني؟ احنا عايزين الناس برضو ترجع تفتكره واللي مش عارف يعرفه باسلوب مبسط. طيب هو ببساطه جدا البي ار بي ده اختصار بليتلت ريتش بلازما، يعني البلازما بتاعتنا طبعا كرات الدم بتاعنا فيه كرات دم حمراء وبيضاء وبلازما. البلازما دي بيبقى فيها صفائح دمويه فيها بروتين، ده بتاعنا احنا بتاع البيشنت خلاص. فده احنا بناخده من الدم، بناخد عينه دم عاديه جدا من البيشنت، بندخل العينه دي لجهاز طرد مركزي اسمه سنترفيوج، ده بيفصل لي البلازما بالبروتينات او الصفائح الدمويه اللي فيها. الصفائح الدمويه دي بتجدد انقسام الخلايا لما بحقنها في منطقه معينه. خلي بالك البي ار بي ده بحقنه في الشعر، بحقنه في الفيس في الوجه. طب ايه اللي يفرق لي بقى ان انا هعمل ايه في الوش وهعمل ايه في الشعر؟ أيوة. البي ار بي طبعا في اضافات، يعني انا لازم اضيف عليها مثلا دوتاسترايد، مينوكسيديل، حاجات للشعر. يعني دول ايه؟ فيتامينز؟ دول فيتامينز وحاجات مقويه لبروتين الشعر نفسها. تمام. واللي برضو الفيتامينات اللي هي الاي والاي والسي والسابتين بحقنهم مع البلازما اللي هي البروتين دي في الشعر، بتجدد انقسام الخلايا، بتخلي الخلايا بتنقسم اسرع، فتلاقي الشعر طلع اتحسن، نبت طلع من البصيله از ابيبي هير صغنن كده. خلال قد ايه يا دكتور؟ بصي هو دايما يعني الشعر بياخد كورس اكتر من الفيس في اي حاله. بس الشعر دايما بنحقن يا اما اسبوعيا يا اما حقنتين في الشهر لمده من 6 لـ 7 سيشنز، عشان دي تاخد لها وقت من شهر ونص لشهرين تقريبا. ده لازم عشان نجدد. بصي هو كل سنتين لو اهملنا علاج البصيلات والشعر، في بصيلات خلاص بتموت بتنسى انها تنبت تاني. مظبوط. فلما اجي احييها تاني او ارجع لها تاني الحيويه والغذاء مش زي العلاج العادي. طبعاً. العلاج العادي كان من 3 شهور لـ6 شهور اب تو سنه. مظبوط. ممكن نفضل نعالج. لكن لما انا بزود النشاط وسرعه النمو بالبي ار بي او البلازما بتاعتنا احنا البروتين، بتلاقي في فرق في سرعه النتائج هايله جدا. جميله مبتسمه. والله انا ببتسم لما بلاقي دايما في تطور، وبلاقي ان الامور بقت اسهل، وبلاقي انه الناس خلاص بقت يعني الوضع بقى افضل. الموضوع بقى بسيط، بنلاقي الموضوع افضل. وزمان كانت امور اكثر تعقيد وكان بتاخد وقت اطول، دلوقتي بالظبط. وحتى لو اتاخرنا في علاج حاجه ما نقولش خلاص يعني فات الوقت، لا كل حاجه وبنقدر نلحقها. طيب ده ال بي ار بي. نرجع نتكلم تاني. فانا زي ما قلت لك برضو لما نيجي نحقنه في الفيس بيعمل تجديد لخلايا البشره بطريقه هايله جدا، فبتعمل لي نضاره. النضاره دي بتيجي برضو من تجدد او سرعه انقسام الخلايا. فبتلاقي البشره بقت تلمع، بقت مورده زي ما بيقولوا كده، بينك شويه، بيبي سكان زي ما بيقولوا. خلاص البشره طبيعي وطبيعي، يعني الناس ما بتحسش انه في حاجه معموله. اصل دلوقتي لا خالص. اي حاجه مش طبيعيه بقت تبان وبقت بتدي نتائج عكسيه. يعني احنا عايزين الفريش بالظبط، الناتشرال لوك. بالظبط. هو التجميل مش انك تعملي حاجه وتبان انك عاملاها. اكيد التجميل انك تعملي حاجه وتحلوي وما يبانش انت عملتي ايه. مظبوط. فبنرجع تاني مرجوعنا ان احنا بنعمل البي ار بي ده للنضاره، بنعمل حقن الكولاجين، بنعمل حقن الفيتامين سي. الحاجات دي كلها بتدي للبشره شده ونضاره طبيعيه جدا من اللي افتقدته بقى. يعني الحاجات دي كلها موجوده في بشرتنا، بس مع قلة شرب المية، مع التلوث، مع الحاجات اللي احنا بنعيش فيها دي بتضيع. طيب دلوقتي اتكلمتي عن انه البشرة بالتقدم بالعمر وعدم الاهتمام والحاجات الكتيرة دي بتنزل، بيحصل فيها تهدل. بالزبط. وبتقولي في الحالة دي مش هينفع لا بوتوكس ولا فيلر. بالزبط. هينفع الخيوط. بالزبط. طيب قبل نتكلم عن الخيوط وهي احداث الطفرة كبيرة جدا في عالم التجميل، البي ار بي ممكن يدي نتيجة قبل الخيوط ولا لا؟ كده كده لازم يتعمل الخيوط. يعني في ناس ممكن تقول لا انا مش هعمل خيوط، انا هستعمل البي ار بي. بصي لكل مقام مقال. انا عايزه بقى دي تتوضح للساده المشاهدين عشان ممكن يبقى فيها خلط. بالظبط. لان احنا دايما حتى في دراستنا عشان كل حاجه تنجح لازم تمشي بسيستم. بالظبط. يعني if this we do this، يعني لو في حاجه زي دي نعمل كذا. أيوة. وده اللي بيؤدي الى النجاح. طيب انا لو انا عندي البشره حصل فيها سقوط او الجلد حصل فيه ساجنج وسقوط، يعني ايه اللي ممكن انا احقنه؟ حتى الفيلر دلوقتي ما بقاش بيرفع لي الساجنج. يعني لما يحصل لي فيه هنا ترهل والبشره من عند الجولاين تقع، لما يحصل من هنا الكسره دي، ساعات كان زمان بيملى الفيلر، لكن لما يحصل ساجنج هنا وسقوط هنا، ايه الفيلر اللي ممكن يرفعها او يدي؟ ممكن يملى الفيلر، بيملى. لكن عشان انا ارفع تاني واعاكس فعل الجاذبيه الارضيه. أيوة. لازم
اعمل ميكانيكال تراكشن، يعني اللي هو الخيوط، الشد، الخيوط، تمام. يعني لا غنى عنها، لا غنى عنها للناس في هذه الحاله، في هذه الحاله دي بالظبط. فلازم الدكتور يقيم الحاله وهي وصلت لايه ومحتاجه ايه، تمام. وخلي بالك برضو مش كل الساجنج او سقوط او ترهل الوجه ينفع مع الخيوط. الخيوط ممكن تنفع لحد ترهل بنسميه مثلا سقوط 3 سم، يعني لحد 3 سم سقوط من تحت كده، او لو شدينا كده ممكن ينفع معانا الخيوط تبقى هايله جدا نجيب نتائج. لكن لو زاد الترهل عن كده والترهل بقى كبير قوي، سواء كان تقدم في السن كبير او الساجنج بقى اكتر من 3 سم، لا احنا كده دخلنا في الفيس ليفتنج، خلاص الشد الجراحي، عمليه الشد الجراحي ساعتها لابد منها. فعشان كل حاجه بالظبط بالظبط، فعشان ندي لكل حاجه حقها وما نقولش ان الخيوط هي الحل السحري لكل حاجه، تمام. لازم نحترم بشرتنا لحد سن مثلا 50 لحد 60 ماكسيموم، بيجيب نتائج حلوه قوي في الخيوط. لان خلي بالك الخيوط برضو، يمكن انا عاوز اعرض الصوره بتاعه الخيط نفسه، الفكره بتاعته ايه. هو من الخيوط النايلون العاديه اللي احنا بنخيط فيها في الجراحه العاديه، تمام، اللي هي ليها بتقعد فتره من 3 شهور ل 6 شهور وبتدوب. طيب هي على ما تدوب شدت لي ازاي، او الشد ده هل بترجع تاني؟ دي من الاسئله اللي بتسالها كتير. مظبوط. لا احنا بشوفي بقى الماتيريال بتاعتها من الثريدز النايلون بتاعتنا العاديه، ولكن صممت على ان دلوقتي يبقى فيها اشواك، الاشواك دي من الماتيريال نفسها، من الخيط نفسه مش ميتال، خلاص. وساعات والجديد بتاعها اللي هو النوع الجديد خالص اللي هو بيبقى فيه الكونز دي بدل الاشواك، دي بتشبك في الخليه الدهنيه او في طبقه الدهون، تيجي تدخليها كده تشبك في الدهون. لحظه، في نوع جديد احدث من نوع يعني طبعًا. دلوقتي بقى في يعني كل حاجة، يوم احنا في تطور. احنا يمكن حتى الشهر اللي جاي مسافرين امريكا هنشوف نوع احدث واحدث واحدث. تمام. طب احدث حاجه دلوقتي ايه في الخيوط اللي قلتيها دلوقتي؟ اللي هي فيها الكونز اصلا، ممنوع الاسماء. لا اللي فيها الكونز، انا مش قصدي الاسماء، انا قصدي احدث حاجه. كانت بادئه الاشواك، او كانت بادئين خالص زمان، كنا بنشد بالخيط الجراحي نشد العضله نفسها، ندخل بعمليه نشد العضله، ده بيدي شويه ماسك فيس، بنبقى البشره مشدوده كده. بعد كده تطورت بقت متحركه للاشواك، بعد كده بقت فيها الكونز او الاقماع اللي بقت بتدخل في طبقه السبكوتيكولار، اخر طبقه في الجلد تشد الجلد لفوق. فانا دلوقتي عملت نضاره وشد طريقتين، طريقه ميكانيكال ان انا دخلت وشديت البشره لفوق خالص، والطريقه الثانيه اللي هي الكيميكال بقى، اللي هي دي الاهم اللي بتقعد معايا فتره طويله. خلي بالك البوتوكس والفيلر من الحاجات اللي ما بيعدي عليهم الوقت بيروح الاكشن بتاعهم. طبعا الخيوط لا، لما بيعدي عليها الوقت بتكون ثابت اثر من تنشيط للكولاجين والفايبروبلاست، عمل لي نضاره وشد طبيعي جدا. شوفي يا دكتور، ده كلام رائع، وانا دايما مؤمنه في الوقفه اللي بتحصل دي، انه كل دكتور له فكر وله تكنيك وله اسلوب. طيب خلينا نشوف هذا التقرير من مركز نبض ونرجع مره ثانيه. مدام نهله، سن الثلاثينات، هنتكلم في سن الثلاثينات، هنشوف ايه العلامات اللي موجوده على البشره عندنا. دلوقتي هي واحده محافظه على بشرتها وكل حاجه، ولكن مع قله شرب الميه، مع الشمس، مع عوامل البشره، عوامل الطبيعه، بنبدا نلاقي هنا لما بتكشر بتلاقي فيه هنا فيه زي ال 11، او في عند الكلابيلا كده في الكسره اللي موجوده بين الحاجبين، عند زاويه الفم، عند لما بتضحك قوي بتلاقي عند زاويه الفم فيه الكسر دي. هي عندها المنطقه ديت في حصل عندها بعد الويت لوس او بعد الحمل والولاده حصل لها في المنطقه دي ترهل او تهدل، فباين لها الخط هو النيزوليبيال ده. وبعدين عندها برضو عند الجو لاين هنا في شوية ترهل، وهي عاوزة نعمله شد لورا وننحت لوشها. فاحنا وهنعمل لها شوية، محتاجة برضو نضارة، هي عاوزة تظهر من غير ميك اب، هي عايزة تبقى بشرتها احسن، عايزة ان كل التجاعيد الخفيفة بتاعت سن الثلاثينات ده تروح خالص. فاحنا هنشوف التكنيشنز اللي احنا هنبدأ نعملها. اول حاجة احنا عملنا ماركينج للبوتوكس اللي هنحقنه في الجبهة بتاعتها، في اول حاجة في عند الكورجيتور ماسل عند فوق الحاجبين، عشان نفرد الكلابيلا، عشان نفرد الجبهة. طبعا هي في كسر بسيطة جدا، دي حاجات تتحل كلها بالبوتوكس مع الكراوس فيت زي احنا معلمين، هنا وهنا عند زاوية العين.
هنيجي عندي هنا الوش الوجه كله مع الرقبة هنعمل له حقنة نضارة. حقنة النضارة اللي كنا اتكلمنا عنها اللي بتحتوي على الهيالورونيك أسيد والكولاجين والمالتي فيتامينز في حقنة واحدة بطريقة معينة هنحقن الوجه، وهنبدأ نعمل لها البوتوكس وحقنة النضارة، وهنعمل لها في المنطقة دي نحت الخيوط عشان نشد البشرة شوية ونديها ريجوفينيشن. طبعا هي لسه سنها صغير فمش باين فيها لا اللغد ولا ترهلات الرقبه، الرقبه مشدوده كل حاجه، ولكن دي واحده محتاجه بس بوتوكس، محتاجه نضاره حقنه نضاره في الوجه والرقبه، ومحتاجين هنعمل خيط عشان نشد الترهل الصغير اللي حصل مع الويت لوس. دلوقتي عندي اللوك، في عندي هنا التوزس او عندي سقوط او عندي النيزوليبيال، وعندي من الجو لاين هنا في شويه سقوط بعد الويت لوس اللي احنا اتكلمنا عليه. فهنبدا دلوقتي نعمل تكنيك الخيوط او شد بالخيوط عشان اعمل بالفي شيب اشد وافرد البشره بالطريقه دي، وهنشوف دلوقتي هنعمل الفيرست ستيب ازاي. دلوقتي انا عندي الخيط الكونل، الخيوط اللي هي بإبرتين ليها entering point و 2 exit points، وعندي الخيط اللي فيه الأقماع أو اللي فيه الكونز. طبعا احنا مدين مخدر موضعي، البيشنت صاحية، المكان معقم تماما، وهنبدأ نشتغل. لا تستاهل تستحمل، اذا في الم بيبقى في الم؟ لا مفيش الم، مش حاسه بحاجه، لان احنا بنقعدها ربع ساعه حاطه لوكال اناتيزي او حاطه المخدر موضعي. ده بالنسبه للبوتوكس والفيلر، اللي هو كريم، يعني كريم اللي هو بيدهن على الوش. لكن الخيوط بقى بحقن بينج، يعني انا بديها حقنه بينج لازم. طبعا واضح انه يعني في شغل بيبقى. طيب دلوقتي لو واحده عملت الخيوط واللوك بتاعها بقى حلو قوي ومرضي ورائع، ممكن بعد كده المذيعه نهله الخطيب نوجه لها تحيه، يعني طبعا تحيه ليها. دلوقتي طبعا نهله هي وبس بقت أمورة أكتر كمان، يعني فده شيء جميل. طيب دلوقتي لو أنا عايز أعمل الخيوط وبعديها البي آر بي، البي آر بي ساعتها هيبقى بعد الخيوط مش قبل؟ صح كده، احنا دلوقتي عالجنا مشكله كبيره وعالجناها بالخيوط وحليناها، نضيف بقى نزود الجمال، نزود النضاره، ونحافظ عليها بالبي ار بي. لكن انا يكون عندي توزس او ترهل او سقوط في الجلد وعايز ادخل على البي ار بي على طول؟ لا خالص، لا البي ار بي زي ما قلنا مجدد للخلايا. يبقى بعد لما هنشتغل، بعد ما نخلص حل المشكله يا اما خيوط، نبتدي بقى نعمل النضاره اللي هي الصيانه الحلوه الجميله للوك الاخير ده بالبي ار بي. طيب دلوقتي هل في مريض او مريضه، يعني انا بقول مريض لانه الرجاله دلوقتي بتعمل جدا هل في اي حد من المرضى بيحتاج اكتر من جلسه ولا هي جلسه واحده؟ بصي، هو عاده احنا في البوتوكس بنعمل كل من 8 شهور لسنه، الفيلر برضو كل سنه، فهي جلسه واحده، يعني هي بنعمل جلسه واحده مثلا. ساعات ممكن اعمل كل المانوفرز دي في جلسه واحده، يعني بشوف البيشنت وبشوف بشرتها وبشوف المشكله اللي عندها، ممكن الاقيها بتحتاج بوتوكس وفيلر وخيوط في نفس السيشن، بنعمل لها في نفس الجلسه. في الحاله دي هتاخد حقنه البنج عشان هتستعمل الخيوط، مش هيبقى بقى البنج الموضعي. بالظبط كده، لو هتعملي لها الثلاثه مره واحده، مره واحده بتاخد بقى حقنه البنج اللي هي طبعا برضه موضعي، بتبقى صاحيه ولكن بخدر لها الجلد نفسه، ما بتبقاش حاسه بالمنطقه اللي احنا بنشتغل بيها. لكن اغلب الحالات، يمكن اخر صوره برضه انا معايا صور كتير عارضينها، ان في حالات كتير قوي بتحتاج الثري مانوفرز في جلسه واحده. بحتاج لها احقن لها بوتوكس في الفور هيد مثلا، محتاج ان انا اعمل لها الفيلر في عندي مثلا مناطق مطبات كده، زي لما بنيجي نشد بنلاقي في مناطق عاليه وفي مناطق دروبينج شويه، فبنحقن الفيلر وبعدين بنعمل برضو شد للتوزس اللي حصل في الجلد. فممكن احتاج الثلاثه في بيشنت واحده في نفس السيشن، نفس الجلسه. الحقيقه في اسئله جايه لي كتيره، بس يعني انا هختصر الحاجات المهمه جدا اللي بيجي لي عليها الحاح في الاسئله. اولا الصوره دي تشرحيها لنا الاول قبل ما نبتدي فيها. كنا عاوزين نتكلم في الصوره دي، مهمه قوي، لانها بتوضح ان في بيشنت واحد في جلسه واحده عملنا الثلاث مانوفرز، عملنا بوتوكس للكريسز اللي موجوده حوالين العين وفي الفور
الفورهيد ودي نتيجتها بتبان من ثالث يوم الحقن لاسبوع او 10 ايام بعد يوم الحقن. تمام. بس تخيلي يا دكتور، انا تخيلتك هتقول ان هي محتاجه ليفتنج سيرجري. لا احنا ما حصل، لا هنا مش في ليفتنج سيرجري، يعني الوش يعني هو هنا حصل في دروبينج كتير كبير قوي ولكن في مساحه ان انا اقدر املاها بالفيلر كويسه قوي. كمان الكواليتي بتاعه الجلد تقدر انها تستحمل، يعني انها تتشد بالخيوط. كمان اللاكستي بتاعها مش اكتر من 3 سم. فلا احنا هنا عملنا خيوط، عملنا فيلر، عملنا بوتوكس. طيب بيسالوني على كونتور الشفايف. كونتور الشفايف بصي هو احنا بنعمله عادي بالفيلر، بنحدد كان زمان اللي هو اللبس اراوند اول اراوند الفول لبس، دلوقتي بقت الهارت شيب، بقينا نملى فوق اكتر من تحت يعني عشان ندي الهارت شيب، عشان انت عارفه كل سنه في موضه يعني. ماشي. طب ما هي ممكن الموضه تبقى ماشيه مع ناس وناس لا. بالظبط كده. فكل واحده يعني ما بتيجي تشوفي بيبقى شوف شفايفها متناسبه مع وشها عامل ازاي، هتعملي فيلنج ليه كله ولا. طبعا ساعات بيجي في ديفكت، في ديفو، في مشكله في الشفايف اكيد دي بتعالجيها اوف نو رول يعني. يعني انت بتعالجيها بتصلحي المشكله اللي موجوده دلوقتي. لكن لو هي جاست كونتورنج او ان هي بتدي فوليوم، دي بقى بنعملها حسب ملامح وشها وحسب كونتور الشفايف. ودي الشطاره. بالظبط كده، هي دي الشطاره. بنعملها حسب لان في ساعات الناس اللي هو الفول لبس دي ما بتبقاش لايقه عليهم ابدا مهما كانت الموضه. ورجعت الموضه تاني لللبس الوسط، يعني مش الفول قوي ومش الرفيع. طبيعي، ما فيش احلى منه يا دكتور. طبعا فكره يعني طبعا. يعني ان احنا نعمل نضاره للحاجه الطبيعيه غير ان احنا نغيرها خالص. بالظبط. بتفرق كتير. بالزبط. طيب قبل ما يبقى تايم بيقولوا لي تايم انا بس عايز اسال على حاجه صغيره جدا. في ناس وشها بيتورم بيزرق بعد الحقن، البوتوكس الفيلر ده لان وشها حساس ولا الماده نفسها مش مظبوطه ولا الدكتور ايده تقيله؟ بصي هو الثلاث حاجات اللي انت بتجاوبي عماله تجاوبي على انا الثلاث حاجات دول. ساعات بيبقى في ناس بيبقى فيها اتلانجكتيزيا، يعني فيها اورده وشرايين رفيعه قوي، فممكن من اقل شكه ابره تعمل الزرقان ده. ساعات بتبقى الماده مش مظبوطه قوي، مش مناسبه لبشره اللي قدامي، وساعات بتبقى ايد الدكتور يعني شويه كده. ممكن ثلاث احتمالات، ولكن كل ده بيتعالج في خلال ثلاث ايام. كمادات هيموكلور الحاجات دي كلها استحملوا، احنا عايزين نبقى حلوين. الجمال مش ببلاش. الجمال مش ببلاش. اكيد طبعا. انا بشكر دكتوره رباب رفاعي اللي نورتنا النهارده في اول اطلاله ليها من خلال طبيب اليوم، وان شاء الله تبقى بدايه لاطلالات كثيره جدا. اخصائيه جراحة التجميل والليزر وعضو الجمعية الأمريكية لتجميد الجلد والليزر، نورتينا يا دكتور، وإن شاء الله تابعونا دايما في طبيب اليوم في الجديد. إلى اللقاء.